أتعلم اللغة العربية. الكتاب الثاني والثالث، إعداد الرزقار كريم. الحرف الرابع ثاء. ثاء، ثو، ثي، ثن. ثاء، ثو، ثي، ثن. ثاء، ثعلب. جلس الثعلب في منتصف الطريق. ثو، ثعبان. لدغ الثعبان مزارعا. في ثياب. ذهبت لبنى لمعرض الثياب. فن، أثاث. أرغب في شراء أثاث جديد. مراجعة الحروف مع الحركات والكلمات والجمل. ثعلب. جلس الثعلب في منتصف الطريق. ثو، ثعبان. لدغ الثعبان مزارعا. في ثياب. ذهبت لبنى لمعرض الثياب. فن، أثاث. أرغب في شراء أثاث جديد.